مع نشوى السكري. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الأعزاء، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، وأهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من برنامج طبابة. يسعدني أن أكون معكم أعزائي المستمعين، أنا نشوى السكري لمدة ساعة مباشرة على الهواء من استوديوهاتنا في إذاعة ألف ألف أف أم، وإلى الساعة 2 بعد الظهر وموضوع طبي جديد وضيف مميز جديد. يتجدد لقاءنا معكم أعزائي المستمعين من الأحد إلى الخميس مع باقة مميزة من ضيوفنا المميزين من الأطباء والمتخصصين في المجالات الطبية المختلفة. في برنامجنا دائما بنحاول أنه نطرح المعلومة المؤكدة من مصادرها الموثوقة، وبنسعد بتواصلكم معنا واستقبال رسائلكم واستفساراتكم على واتس البرنامج 055-66-89-001، مرة ثانية 055-66-89-001. أما موضوعنا اليوم أعزائي المستمعين فهو عن العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي ومدى أهميته في مساعدة وعلاج المرضى بعد الإصابات أو الحوادث أو الكسور، وأيضا أهميته في تشخيص الاضطرابات الجسدية والوظيفية في الجسم. مؤخرا تطور العلاج الطبيعي بشكل كبير جدا، وصار يستخدم على نطاق واسع في القضاء على الألم أو تقليل الألم واستعادة الحركة الطبيعية والأنشطة الحياتية للمريض. موضوعنا اليوم يسعدنا أن تكون معنا لمناقشته الدكتورة دانيا باعشن، أخصائية العلاج الطبيعي ورئيسة قسم العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي بمستشفى الدكتور سليمان فقي. حياك الله دكتورة دانيا، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلين دكتورة. العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي، العلاج الوظيفي، كل هذه المسميات إحنا نسمعها بس ما نعرف إيش الفرق بينها يا دكتورة، فإيش معناها؟ طيب أول شيء أنا أتشرف أنه معك اليوم. طبعاً شكرا لك. العلاج الطبيعي جزء من التأهيل. جميل. يعني إحنا العلاج الوظيفي، العلاج الرئوي، العلاج القلبي، كل هذه الأشياء تدخل ضمن مظلة التأهيل. بمعنى أنه إذا أنا أبغى أتكلم عن تأهيل، هذا معناه أني أنا لازم أدخل أكثر من تخصص معايا، ما أقدر أشتغل أنا لحالي كعلاج طبيعي. تأهيل يعني أنا حمسك المريض من إلى بكل شيء يخص الفيزيكال، فيزيكالي كيف أتعامل مع مريضي. أما بالنسبة إذا بأخذ كل قسم لحاله، فطبعا هذه شرحها هيطول، إن شاء الله أجاوب شوية شوية مع الأسئلة نوضح الفكرة للناس. طيب ممتاز. طيب إحنا حضرتك قلت إنه هو مجالاته كثير، بيتداخل مع تخصصات تانية، وفي بعض الأحيان ممكن يكون هو علاج مستقل في حد ذاته، وهذه حاجة مهمة لما نعرفها إنه كيف ممكن يكون العلاج الطبيعي مهم في مساعدة وعلاج المرضى تحديدا بعد الإصابات أو الكسور. أوكي. الآن بس يجي المريض لازم أعمل عليه فحص سريري كامل. بناءً طبعاً على رأيي، أول شيء استشاري أو أخصائي العظام اللي حيحوله على عندي إيش شاف إيش أراءه، بنرجع إحنا نعيد فحص المريض مرة تانية فيزيكالي، بمعنى إني أنا لازم أشيك على عضلاته، لازم أشيك على المدى الحركي حق المفصل نفسه، لازم أشيك على قوة العضلات عنده، وأهم شيء إرادة المريض نفسها. هو جاي العلاج الطبيعي هو مقتنع إنه والله إحنا حنبدأ على مرحلة ما هي قصيرة، لأنه العلاج الطبيعي دائماً ما هو سريع. الآن جاني المريض، فحصنا، قررنا له العلاج، نبدأ خطوة خطوة على حسب الجولز اللي احنا حاطينها. يعني أبغى أخفف الألم، أبغى أشيل الالتهاب، أبغى أرجع المفصل لحركته، أبغى أقوي العضلة، وهذا طبعا كله يعتمد، مو طبعا على الكتاب إيش قال، يعتمد بالضبط على كل كيس مختلف عن الثانية. لأنه في مريض يكون عنده مثلا مشكلة في المدى الحركي وبعد كذا تمام، في مريض لا نحتاج انه احنا نشتغل على عضلاته، في مريض احتاج ادخل التخصصات الثانيه معايا، اذا كان المريض عنده مشكله في القلب، اذا كان المريض وظيفته تستدعي انه هو يستخدم يده المكسوره مثلا او يستخدم رجله المصابه، في دي الحاله لازم ادخل العلاج الوظيفي معايا عشان يقدر يقرر كيف ممكن يعلم المريض يتعامل مع مشكلته الى ان يتم شفائه. العلاج الوظيفي هنا ايش المقصود فيه؟ العلاج الوظيفي كيف ارجع للمريض الوظيفه اللي فقدها. نعم. مثلا عندي مريض مصاب بعد الشرب جلطة، الآن المريض هذا قد يكون فاقد نصف جسده، يعني يده ورجله ما تتحرك في ناحية من النواحي الآن، بس هو مثلا وظيفته لازم يستخدم يده أو رجله أو لازم يمشي، أو حتى مو بس وظيفة شغله، كمان خلينا نقول الوظائف اليومية، يعني المريض كيف يلبس exactly. كيف يلبس لحاله، كيف يقدر يسرح شعره، كيف يقدر يلبس البنطلون، أو كيف تقدر تلبس الفستان. هذه أساسيات الحياة، هذه أساسيات، ما أعتمد على أحد عشان بس ألبس ملابسي أو أتحرك الحركة البسيطة. بس في بعض الناس ما حتقدر أن هي تعمل كذا، لأنه في عضو عندها مفقود أو
في مثلا وظيفة معينة، العضلة معينة مفقودة، فبالتالي مو سهل إنهم يتأقلموا. وللأمانة تخصص العلاج الوظيفي كرياتيف، يحتاج ناس عندها طولة بال، يحتاج ناس عندها من جد كرياتيفيتي عالية مرة، علشان أفكارهم جدا رائعة. يعني لو تجلسي بس معاهم شوية عشان تشوفي كيف الله يكرمك المريض يوطي للأرض عشان يلبس الشوز حقته، أو كيف المريض يشيل شيء من العلاقة بطريقة معينة إذا كان ما يقدر يحرك يده الأساسية ويخاف يده الثانية ما تعطيله قوة كويسة. فصراحة تخصص واسع وفي كل شيء يدخل. حضرتك الآن دكتورة دانيا يعني فتحتي مجال نقاش مهم جدا لما تكلمتي عن الكرياتيفيتي أو الإبداع في إتقان العمل وإتقان العلاج الطبيعي. هنا نتكلم عن أهمية دور المختص الخبير المبدع اللي عنده فكرة، مو مجرد أنه بيطبق مثلا العلم كما يقول الكتاب، لكن أنا كأني فهمت من كلام حضرتك أنه الموضوع لا أكثر من كده. أنا بدرس الحالة بتفاصيل دقيقة جدا، وكأني أعيد بناء لوحة الله سبحانه وتعالى أبدع في خلقها وفي تصميمها، أنا بس قاعد أحاول أصلح بعد بعض الأشياء اللي خربت فيها. أيوة حقيقي 100% من أول، يعني زمان خليني أقول لك مثلا قبل 9 سنين أنا تخرجت مثلا، فمن وقتها اشتغلت في أكثر من مكان لين وصلت الآن فقيه. كل الفترة هذه كل سنة تعدي في شيء جديد يدخل، كل سنة تعدي في شيء جديد، مو سنة أقل من سنة لين ما وصلنا الآن لمرحلة أنه لما نجي أشوف مريضي ما ينفع أفتح الكتاب وأقول الكتاب إيش يقول، الكتاب يقول في هذه الحالة لازم أعالج 1 2 3. يس صح عندي بيسكس، يعني في بيسكس ما ينفع تعداها، في يعني أشياء ما ينفع استخدمها مع مريض عنده مثلا حديدة في جسمه، في جهاز معين ما أقدر استخدمه، المريض عنده أمراض معينة، ولكن كإعادة تأهيل كامل لجسم المريض أو لمفصل المريض اللي أبغى أشتغل عليه، إذا ما كان الأخصائي كرياتيف ما حيقدر يعطيني النتيجة المطلوبة. لأنه في أخصائي ممكن يشوف الكتاب إيش يقول، يلا أنا حكتب للمريض 1 2 3، ححط له الجهاز الفلاني، الكمادة الفلانية old fashion. وفي أخصائي حيمسك المفصل، هيحرك المفصل بطريقة معينة يمين يسار عشان يشوف مدخل العضلة من فين ومخرجها من فين، العصب فين يمشي فين يروح، ويبدأ هو من نفسه يجلس ويشوف لا لو حركت زي كده يزيد الألم، لا يخف الألم، لا كده يحصل. هذه كلها تكنيكس جديدة الآن ما كانت موجودة زمان. جميل، احنا هناخذ التكنيكس هذه أو التقنيات اللي بتستخدم الآن في مجال العلاج الطبيعي وخاصة اللي موجودة عندكم في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. بس قبل ما نوصل للتقنيات خلينا الأول نتكلم عن مجالات استخدام العلاج الطبيعي اللي صارت واسعة جدا ومتعددة. إيش هي؟ نعددها كده. تقريبا كل التخصصات لازم يدخل فيها علاج طبيعي. كل التخصصات؟ كل التخصصات. خليني أقول لك، المريض اللي عنده مشكلة في العظم مثلا في العظام حيتحول عشان نحل المشكلة، المريض اللي عامل عملية حيتحول عشان يحل المشكلة، الرياضي حيتحول إذا كان عنده مشكلة بدايتها ولا إذا كان سوى عملية أصلا، الكبار في العمر، الناس اللي عندها أمراض قلب أمراض رئتين حتتحول عشان كمان نعمل تأهيل، الجديد والأجد اللي هو مو جديد، خليني أقول هنا الآن الترند اللي طالع الآن وفي ناس ما عندها هذا، ما يعني ما في هذا التخصص كتير موجود في البلد، اللي هو الومن هيلث فيزيوثيرابي، يعني المرأة، صحة المرأة. حتى النساء والولادة الآن صاروا يحولون حالات كثير سواء قبل أو بعد الولادة. نحتاج إنه نتكلم عنها بالتفصيل، بس نأخذ الأول الجزئية الأولى بعدين ندخل على النساء والولادة. تقريبا كل التخصصات، مخ أعصاب، بعد حوادث، بعد جلطات، بعد عمليات جراحية، تقريبا كل التخصصات صارت تحول على عندنا. طيب. حتى النفسية، أنا والنفسية كمان دخلت في الموضوع. طيب. أنا عندي يعني أشوف أنه في معتقد شائع أنه العلاج الطبيعي معناه حركة، معناه أنه الشخص ما كان يقدر يتحرك فإحنا بنساعده على أنه يرجع يستعيد حركته، سواء كان حركة يده، حركة جسمه، مشيته، تعامله مع الأشياء. لكن المجالات اللي حضرتك ذكرتيها الآن ما أعرف كيف بتتداخل مع العلاج الطبيعي، يعني موضوع الأعصاب، موضوع النفسية. خلينا نأخذ الأول يعني التأهيل بعد العمليات الجراحية مثلا الخاصة بالجهاز العصبي. أوكي. إيش دور العلاج الطبيعي هنا فيها؟ طيب بس أنا حقول لك شيء، الحمد لله أنه الناس كان عندها حركة ما عندها مساج، لأنه الشائع أنه الناس تقول لنا علاج طبيعي يعني مساج. أي صحيح. طبعا مع احترامي لكل الناس اللي تعمل مساج، وأنا شخصيا في القسم عندي ناس تخصصهم مساج، بس برضو نشتغل مع بعض، بس في فرق كبير يعني. فالحمد لله أنه الناس بتقول حركة مو طيب حجاوب على سؤالك. بالنسبة لي مثلا خلينا نقول بعد المخ والأعصاب أو بعد عمليات معينة أو بعد إصابات معينة، الآن أنا مضطر زي ما قلت لك قبل شوية أعمل أسسمنت كامل، مو بس المشكلة حركة معينة، أوقات أصلاً ما في حركة،
فكيف أنا حعمل حركة عشان أحل المريض؟ هذا هو. أوقات أنا بستخدم تكنيكس معينة أعمل تنبيه أو إعادة تنشيط للعصب نفسه وللعضلة نفسها عشان تبدأ تتحرك عشان أقدر أعمل الحركات اللي أنا أبغاها، سواء كان بمساعدة الأخصائي أو حتى بالمريض. في مرضى لأنهم يقدروا يعملوا تمارين بنفسهم أو المريض نفسه هو اللي يعملها. فبالتالي بنستخدم بعض الأجهزة اللي موجودة عندنا عشان نعمل إعادة تنشيط، إعادة تنبيه. لأن في أجهزة معينة للناس اللي أصلاً ما عندها حركة في العضلات، في أجهزة معينة للناس اللي عندها شوية حركة. يعتمد على حسب الكيس حق المريض نفسه، قديش أعلي الجهاز، قديش أوطي الجهاز، كم دقيقة أخليه. عشان دائما اهم خطوه في علاجنا اني انا ابدا صح. تمام. كيف ابغى ابدا والفين ابغى اوصل؟ لو عرفت هذه النقطتين حنقدر نمشي مظبوط. طيب بالنسبه لامراض القلب هنتكلم عنها. في لسه يعني مجالات كثيره بيتم استخدام العلاج الطبيعي فيها، وفي تقنيات متعدده ومتطوره جدا صراحه اصبحت نتائجها مذهله بالفعل، وبتحقق نتائج بفضل الله سبحانه وتعالى جدا ممتازه. هنكمل حوارنا عن مجالات استخدام العلاج الطبيعي، لكن بعد ما ناخذ فاصل قصير ونرجع بعد الحلقه. ضيفتنا الدكتورة دانيا باعشن، أخصائية العلاج الطبيعي ورئيسة قسم العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي بمستشفى الدكتور سليمان فقيه. بحييكي مرة تانية دكتورة دانيا. أهلا وسهلا. دكتورة، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مشاكل الأعصاب وكيف إنه العلاج الطبيعي بيستخدم لتنبيه الأعصاب وإعادة الحياة والإحساس فيها. طيب لو تكلمنا عن أمراض القلب المختلفة، إيش دور العلاج الطبيعي هنا في أمراض القلب؟ طبعا تحت العلاج الطبيعي في قسم كامل اسمه إعادة تأهيل القلب والرئتين. الآن المريض لما يعمل عملية في قلبه مثلا، أو يكون عنده أي مشكلة في الرئة، أو سحبوا له موية، أي شيء سواء عملية أو لا، إذا كان بس عنده مرض قلب مزمن يكون عنده محدودية في الحركة، يعني دائما يتعب، دائما يناهج، ما يقدر يتحرك بطريقة طبيعية، ما يقدر يمارس حياته اليومية بطريقة كويسة، ودائما المرضى عندهم اقتناع أنا عندي مشكلة في قلبي أو في التنفس، خلاص أنا حجلس أنا ما حتحرك. فبالتالي دورنا هنا يكون في أني أنا أبدأ أرفع قدرة التحمل لدى المريض شوية شوية عن طريق التمارين، بداية بالتمارين العادية، المشي العادي، بعد شوية أبدأ أزيد عدد دقائق حقة المشي، ونبدأ نزيد حدة التمارين شوية لين ما نوصل لمرحلة أن المريض، ترى كثير مرضى يوصلوا لمرحلة أنه ممكن يشيلوا أوزان عادي. يس صح، ما هي أوزان كبيرة، صح ما هي الشيء اللي يعتبر مرة كثير، بس أتليست يقدر المريض يمارس حياته، يقدر يعمل الرياضة اللي هو يحبها، يقدر يتمشى، وبالتالي أقدر أوسع العضلات اللي موجودة في الصدر مع العلاج التنفسي عشان يقدر المريض يمارس حياته بطريقة أفضل ويتنفس كويس وهو بيعمل الحركات، ويقدر يرجع لحياته خلينا نقول 50-60-70% أو 70% منها يقدر. طيب دكتورة، الناس اللي ما عندهم حالة مرضية أو مشكلة عضوية لكن نفسه قصير، يقول لك هو ما من النوع النفسي قصير، ما أقدر أخذ نفسه أو أتكلم لفترة طويلة غير لا دائما أنهج كده، وهو ما عنده مشاكل عضوية أو مشكلة في القلب، هل العلاج الطبيعي ممكن يكون له دور أنه يساعد الشخص هذا على أنه يقدر ينظم التنفس ويصير نفسه أطول؟ شوفي على حسب المشكلة. الآن المشكلة هذه ترى ممكن تيجي من عضلات الرقبة، وهذا الشيء المريض ما يعرفه. مو ضروري بس تكون من عضلات الصدر، ومو ضروري تكون مشكلة داخلية. إذا إحنا تأكدنا كلير إنه المشكلة ما هي داخليا، يعني مثلا القلب أعطانا كلير واللنكس عنده كلير وما في الأمور كلها كويسة، أبدأ أشوف أنا from my point of view إيش السبب. ترى sometimes الناس اللي تقعد على المكاتب كثير دائما عندها تقوس، فبالتالي لما يحصل التقوس ده في الكتفين عضلات الرقبة والأكتاف تنشد مرة كثير وتكسر صح عضلات اللي قدام، فهذا الشيء يخلي النفس شوية قصير. كثير من مرضى مشاكل الرقبة ومشاكل الأكتاف لما يأخذ النفس أو يكحوا أو يعطس ويزيد عليهم الألم. هذه معلومة والله مهمة وجميلة دكتورة، شكرا لك، لأنه إحنا كلنا جالسين على المكاتب تقريبا طول اليوم، فمرة مهمة إنه نعدل جلستنا، وبرضو إذا في تمارين معينة ممكن تمارين التنفس طبعا تمارين التنفس. جميل. طيب برضو دكتورة من مجالات العلاج الطبيعي أمراض الروماتيزم، وهذه برضو من الأشياء اللي أنتوا يمكن شغالين عليها. يس أمراض الروماتيزم زي ما قلنا أمراض الإصابات الرياضية عفوا بعد العمليات، ناس اللي عندها ممكن تصلب لويحي أو اللي عندها مشاكل في العضلات نفسها. يعني هو دائما هدفنا في العلاج يكون أنا إيش شفت في الأول وعلى أي أساس أو على أي طريقة بغمشي، طبعا ما يكون لحالي. يعني دائما إحنا شغلنا يحب التيم وورك. لازم أشوف إيش رأي الدكتور اللي حوله أصلا، إيش رأي الأخصائي العظام كذا، بغض النظر عن هو من فين متحول، وعلى ده الأساس أبدأ أنا المرحلة حقتي. ممتاز.
طيب ننتقل الآن للتقنيات الجديدة المستخدمة في مجال العلاج الطبيعي. أنتم ما شاء الله عندكم عدد كبير من التقنيات وبتطوروا نفسكم وبشكل دائم بتحاولوا أنكم تكون عندكم أحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في العلاج الطبيعي. فخلينا نتكلم عن أبرز التقنيات المستخدمة حاليا. لأن أبرز التقنيات المستخدمة حاليا خلينا نقول الترند الآن هو العلاج اليدوي. كثير أخصائيين صاروا يستخدموا العلاج اليدوي أكثر من الماشينز، وحقيقي له تأثير مرة فعال. يعني إذا دخل لي مريض كتف، طبعا مو كل الكيسز، بعض الكيس يعني مو ما أعمم، ولكن عند البعض إذا دخل لي مريض كتف عنده تصلب معين مثلا، إذا أنا قدرت أمسك المفصل نفسه، مسكت لوحة الكتف بطريقة معينة وعملت له علاج يدوي بطريقة معينة، ممكن المريض يخرج من عندي متحسن كثير مو شوية في نفس اللحظة. Yes. لأنه المختص هنا بيشعر بحالة العضلة، يمكن exactly. السنس هذا أو الإحساس المشين أو الجهاز ما يقدر يحس ما يقدر يجيبه فيه. لكن exactly. الطبيب أو مختص العلاج الطبيعي لما يمسك العضلة يعرف فين العقدة اللي موجودة أو المشكلة exactly. اللي فيها لأنه sometimes ترى الأشعة تورينا شيء ونتفاجأ بالمريض شيء تاني. يعني خليني أقول لك، أنا بشكل يومي أشوف عند المريض قبل ما يدخل، أراجع الأشعة حقته وأشوف كيف وضعه، أوقات أشوف الرنين على طول يهيأ لي، أقول يا الله المريض هذا مستحيل يدخل لي ماشي، أكيد أنه داخل على كرسي. والصدمة أنه ممكن المريض يدخل ماشي وبيضحك وبيمزح ويكون تفاجأ بمشكلته، جاته فجأة قبل أسبوع ما أدري إيش شلت وظهري فجأة وجعني. أيوة. تحصل. والعكس أوقات يدخل المريض أقول له أقول في نفسي شكلي حعطي له هوم إكسرسايز وأعطي له هوم أدفايس وخلاص، وأتفاجأ أنه المريض ممكن داخل على كرسي أو واحدة مو قادرة تنام من الألم طول الليل. إيش السبب يا دكتورة؟ دائما السبب مو اللي أشوفه في الأشعة، السبب إيش إحساس المريض. وهذا إحنا شغلنا، لما أجي أدخل أشوف أول شيء أشوف الأشعة وأتأكد إيش اللي حاصل معايا داخليا، ولكن لازم أول شيء أشوف المريض إيش حاسس، فين ألمه. ترى أوقات الأشعة تورينا المشكلة تكون في أول فقرات الرقبة بس ألم المريض في النص، فأنا لازم أفهم أنا كيف حأدخل الأشعة دي مع شكوى المريض مع بعض عشان أقدر أحل المشكلتين مع بعض، عشان أقدر أوصل المريض لمرحلة إنه يوم ما يخرج من عندي إن شاء الله ما يرجع لي تاني لنفس المشكلة. يعني إن شاء الله ما يرجع لي أبدا. إن شاء الله يرجع، نتمنى لهم الشفاء التام. لا بس حضرتك كده، يعني إحنا دخلنا في منطقة الخطة العلاجية، فممكن الآن نبدأ نتكلم لما بيجيك المريض اللي يحتاج علاج طبيعي. وطبعا إحنا هنتكلم برضو عن الحالات اللي لازم تأخذ علاج طبيعي والحالات اللي ما يصلح لها العلاج الطبيعي. كيف بتبدأ خطة العلاج معه؟ أول ما أعمل تقييم الكامل للمريض. الآن طبيعي طالما وصل عندي يعني متألم أكيد. فدائما شوفي، هي تختلف من شخص لتاني. يعني ممكن أنا الآن بتكلم في أخصائي تاني زميلة أو أخصائية تانية زميلة ما يمشوا على نفس كلامي لأنه عندهم آراء مختلفة، ومو غلط أبدا مو غلط، بس هي الفكرة أنا إيش أبغى. يعني أنا الآن اليوم مريض دخل لي أنا دانية، فأنا جالسة قدام مريضي إيش هدفي، كيف أنا طريقة تفكيري، كيف السيستم اللي أنا ماشي عليه في المكان اللي أنا بشتغل فيه، ترى كله يلعب دور. حلو. دخل المريض، عملت التقييم، الآن هدفي الآن مرحلة دي أنا أخفف عنه الألم، هشتغل على هذا الأساس، هيعمل فولو أب بعد كده عندي تقريبا بعد 6 سيشنز، هرجع أشوف مرة ثانية إيش الهدف الثاني اللي أبغى أوصل له. أوكي. فلازم أمشي حبة حبة عشان أخلص فقرة فقرة وأقدر أنقل للنهاية اللي هي خلاص الآن كده المريض مستعد إنه هو يرجع بيته ويطمني عليه كل أسبوعين أو ثلاثة مرة، وإيش لازم أعطيه نصائح للبيت. فهي step by step لازم تمشي كده، وإلا لو مشينا كله مع بعض بعد شهرين أو ثلاثة هيرجع خمسة شهور حيرجع يجي المريض مرة ثانية ويقول لي إيش سويتوا فيا، الألم عندي زاد ما خف. هذا سؤال مهم، هل العلاج الطبيعي متوقع أنه بعد جلسات العلاج الطبيعي يزيد الألم؟ لأنه أحياناً الناس تلجأ للعلاج الطبيعي علشان تقلل الألم. أيوة. فليش أحياناً ممكن يكون الألم زيادة؟ لأنه العضلات مو متعودة تتحرك وإحنا بنحركها. فخلينا دائماً نفهم المريض أنه أنت لما تروح الجيم وانت لسه ما عملت ولا شيء، شويه تمشي على السر سايكلينج. بالضبط. ترى في كيسز كثير عندنا تجي زايد الالم عليها، بس دائما عندنا تايم. يعني دائما نقول للمريض اوكي جرب 2 تو 3 سيشنز وحتشوف الوضع كيف صار مختلف. عندك ممكن ياخذ مسكنات مثلا او ادويه تقلل الالم في الفتره هذه؟ يعني ممكن يرجع طبعا كعلاج طبيعي انا ما اعتمد على المسكنات اصلا ولا اشتغل فيها، دائما اصلا هم يكونوا جايين محاولين بمسكناتهم لانه ما حيتحرك غير لما يكون اخذ ابره ولا مسكنه. بس في الاول وفي الاخير ستيب باي ستيب لازم يبدا المريض يقلل عشان يبدا يشوف تاثير علاجي عليه، لانه يوم ما اجي انا بعد 6 جلسات اساله ها كيف الوضع، لو قلت حسنت 50 60% وهو بياخذ الادويه
وما بيعمل تمارينه في البيت وما بيعمل النصايح اللي أنا قلتها، إذا تحسنه من الأدوية مو مني. فإحنا علاجنا دائما ما أبغى أظلم أحد، بس خليني أقول 50-50، 50 إحنا واللي بنقدمه في المكان و50 المريض. المريض إذا ما تعاون معايا ما استفيد. صحيح. خليني أقول لك، مرة جاتني مريضة عاملة عملية في كتفها. أيوة. مفترض المريضة ما تحرك كتفها غير بعد 6 أسابيع أز بروتوكول، يعني لازم تقعد كده بعد شهر ونص. فجأت تبكي، قلت أنا يعني ما أعتقد إنه أي شيء من اللي أنا سويته يوصل لهذه المرحلة، إذا أنت بعد العملية ما جيتيني تبكي. فين المشكلة؟ قالت لي كان عندي ضيوف وطول الوقت قاعدة أقلب وأعجن. طب ما خربتي شغلي وخربتي شغل الدكتور وخربتي كل شيء. فيعتمد كثير على المريض. وفي المقابل لا يعني إنه تجيني مريضة تقول لي أنا أصلاً طول الليل كنت نايمة على السرير ما سويت شيء. طب ما هذه مشكلة وهذه مشكلة، الاثنين مشكلة وضررها ترى نفس الضرر. الراحة اللي بزيادة وإني أنا ما أتحرك، طبعاً أنا ما أعمم، لكن بعض الحالات أيوة مثلاً. الراحة اللي بزيادة ترى مشكلة والقعدة اللي بزيادة مشكلة. يعني أول نصيحة أنصحها لأي شخص عنده مشاكل في العمود الفقري، دائماً أقول لهم عدوك اللدود الوضعية الواحدة فترة طويلة. أيوة. لا يعني إنك تجلس كثير فالدكتور قال لك لا تجلس كثير تقوم توقف كثير، كل كثير حيضايقك، صح، كل كثير حيزيد عليك الألم. تغيير من وقت للتاني، الريبوزيشنينج مرة مهم. اكزاكتلي. فدائما المرضى، شوفي المرضى عندهم وعي بس يحتاجوا دائما يفهموا أكثر عن حالهم، يفهموا أكثر أنا عضلتي ليش لازم أعمل دي الحركة، وهذا دورنا، هذا دورنا الآن. عشان كده المرضى صاروا يتجهوا على طول للعلاج الطبيعي أوقات، لأنهم عارفين الآن فين هو حيوقف والفين يبغى يوصل. هل العلاج الطبيعي يا دكتورة يحتاج أنه الشخص إذا بدأ ويستمر عليه مدى الحياة؟ ما أقدر أقول لك يستمر على العلاج الطبيعي مدى الحياة، هي فترة معينة ولازم حيوقف على العلاج الطبيعي، لكن في أشياء لازم يستمر عليها مدى الحياة. في صح وغلط. أيوه. في بيسك لازم يكون ماشي عليها، لأنه لو أصلاً هو كان ماشي عليها من البداية ترى يمكن ما كانت صارت له مشكلته. صحيح. طيب دكتورة برضو بالنسبة للأطفال، هل ممكن العلاج الطبيعي يساعد في تأهيل الأطفال؟ يعني إيش الأمراض اللي ممكن العلاج الطبيعي يساعد فيها؟ في 3/4 الأطفال اللي يجوا دائما تكون الكيسز حقتهم مشاكل من الولادة، كنقص أكسجين أو كمثلا حصل خلع في الكتف وقت الولادة. دائما المشاكل خلينا نقول احنا عليها كرونيك، يعني مشاكل مزمنة. خلاص المشكلة حصلت، ما حقدر اني انا احل المشكله نفسها، ولكن احاول اوصل لمرحله اني انا ما اتقدم في المشكله. لانه دائما العضل لو سبته حيمشي، المفصل لو ما حركته حيبطل يتحرك، لو ما مشينا الدم كويس في المنطقه ما حيمشي فيها الدم كويس، ما حتقوى. فبالتالي دورنا دائما مع الحالات اللي زي كده تكون كرونيك، انه احنا ما نوصل لمكان انه اوقف تطور المرض او تاثيره على الجسم. لانه في امراض كثيره ما اقدر اوقف تطورها، هي بطبيعه الحال حصلت وخلاص يعني. طيب حضرتك قلتي انه العلاج الطبيعي كمان صار يدخل في الحاله النفسيه، ايش العلاقه بين العلاج الطبيعي والحاله النفسيه؟ ايتهم يعني اي واحد بياثر على الثاني، الحاله النفسيه بتاثر ولا العلاج الطبيعي اللي بياثر عليها؟ للاثنين. شوفي انا من الناس اللي مقتنعه، انت جيتيني على الوتر على قولتهم، انا مقتنعه ان النفسيه تلعب دور في كل شيء، لذلك لما كملت دراسات عليا كملتها في الكونسلنج في علم النفس، لاني مقتنعه انه له دور مره كبير. الان المريض لو طول الوقت متوتر ومتعصب، حتى لو ما عنده مشكله نفسيه، حتى لو هو اصلا نفسيته مو كويسه، فقط يعني لو طول الوقت متوتر ومتعصب كيف حيكون وضعه على عضلاته، كيف حيكون ردود فعل عضلاته؟ أول شيء الكتف حيطلع لفوق، صح، والمريض حيتنشن، حيجي له صداع، رقبته حتوجعه، فحيعمل تنشن مرة كبير على جسمه يعني. والعكس ترى أوقات الألم هو اللي سبب المشاكل النفسية، يعني المريض يحسب أنا من كتر الألم ماني قادر أتحرك، فبالتالي شكلي أنا حقعد. لذلك هي دائرة، يا المريض حيبدأ منها يا حينتهي منها. طيب هنا يعني هل مثلا العلاج الطبيعي ممكن يساهم في تحسين الحالة النفسية للإنسان؟ إذا وصلنا لمرحلة أن المريض شاف نتيجة من العلاج الطبيعي دفنت لنفسيته حتتحسن أكيد. أوكي، جميل جدا دكتورة. لازال عندنا محاور كثير وأسئلة كثير بدأت تجينا من المستمعين، إن شاء الله هنجاوب عليها وعلى بقية الأسئلة في حلقة اليوم مع الدكتورة دانيا باعش، أخصائية العلاج الطبيعي ورئيسة قسم العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، بعد الفاصل. حياك
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وبرنامج طبابة مع ضيفتنا دكتورة دانيا باعشن أخصائية العلاج الطبيعي ورئيسة قسم العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي بمستشفى دكتور سليمان فقيه. وأذكركم مرة تانية أنه إحنا نسعد باستقبال رسائلكم واستفساراتكم وأيضا استشاراتكم على واتس البرنامج 055-66-89-001 مرة تانية 055-66-89-001. دكتورة دانيا حياك الله. دكتورة كنا بنتكلم عن استخدامات العلاج الطبيعي ولازال في عندنا أسئلة برضو بتدور حول هل ممكن العلاج الطبيعي في بعض الأحيان الناس اللي عندهم مشاكل انزلاق غضروفي أو ديسك هل ممكن العلاج الطبيعي يكون بديل لإجراء عملية جراحية؟ هذا سؤال صراحة يعني كل مريض يدخل عندي العيادة لازم يسألني نفس السؤال. طيب شوفي خليني أرجع أقول لك تاني، طبعا هو مو قرار الحالي، أنا ما أقدر أني أنا أتغاضى عن قرار الجراح نفسه، ولكن دائما الجراح لو حول العلاج الطبيعي معناها عنده أمل أنه مع العلاج الطبيعي يا إما حنأخر شوية موضوع الجراحة، يا إما حنأهل للجراحة، يا إما حنحاول أنه إحنا ما نوصل لدي النقطة. إيش اللي يخليني أخذ قرار؟ شيئين مرة مهمة، تجاوب المريض مع العلاج. يعني كل فولو أب بيرجع للمريض أشوف كيف تجاوبه مع العلاج، هل تجاوبه مع العلاج كان بالطريقة اللي أنا متوقعتها واللي أنا أبغاها. وتاني حاجة استمرار المريض على الكلام اللي إحنا نقوله في البيت، هذه شيئين مرة مهمة. إذا كان المريض بيسويها صح لازم نقعد نتابع معه كل شيء من 3 إلى 4 شهور، كمان على حسب الكيس على حسب الجراحة. الآن فيه مو ما فيه، فيه خلينا نقول 30% إلى 40% من الناس اللي كانت حتسوي عملية رجعت عندنا ومع العلاج مش الحال وما احتاجت. حلو. وفي ناس لا ما بتقدر تتحمل الألم، لأنه أوقات ترى اللي بيوجع مو نفس المشكلة، أوقات اللي بيأذي المريض إيش سوت حوالين المفصل نفسه، إيش أثرت على الأربطة، إيش أثرت على الأوتار، إيش أثرت على الحركة على العضلة. فأوقات اللي بيأذي المريض ده مو المشكلة نفسها، يكون متأذي أكثر من نتائجها. فدائما إحنا نشتغل على النتائج الآن. هذا يوجع، طب كيف أنا ممكن أحله كعلاج طبيعي؟ هل له حل ولا ما له حل؟ الآن أوكي إذا عملته والمريض بدأ يتحسن نتواصل مع الدكتور ونخلي شوية الموضوع يبعد ونشوف. وفي كتير كيسز صراحة بتستفيد، لأنه في كيسز أصلا كتير عايشة، يعني في ناس كتير عايشين بأشياء كتير هم مو معرفين عنها، انزلاق بسيط، التهابات في أوتار الكتف، في ناس كتير. أوكي طيب دكتورة هذا بخلينا نسأل بالنسبة للحالات اللي بيكون فيها إصابات رياضية، مثلا إصابات الملاعب، إصابات كسور، لما يصير في تهتك في أربطة أو في المفصل، هل العلاج الطبيعي هنا يعني يصلح أنه يكون علاج ولا لازم الجراحة ما فيها ما لها حل؟ 90% لازم الجراحة، عشان ما قلت 100% بس عشان لا اللي بيسمعني يأخذ الشمولية في الكلام. بس على الأغلب إيه طبعا بيحتاج جراحة، دورنا يصير قبل وبعد، أهل قبل الجراحة. وأوقات المريض يكون عنده التهاب مرة شديد وألم مرة شديد، فالدكتور ما يبغى يشتغل على هذا الوضع فيبعث على عندنا أول، نشتغل شوية شوية بعدين نحول عليه، وبعد ما يعمل العملية بيرجع لنا مرة تانية عشان يرجع يستعيد وظيفة المفصل مرة تانية. حلو. أنتوا إيش دوركم هنا قبل؟ يعني أنا أعرف العلاج الطبيعي غالبا يكون بعد، لكن إيش دور العلاج الطبيعي قبل الجراحة؟ أوقات المشكلة نفسها تعمل صعوبة في الحركة، في بعض الكيسز الدكتور ما يقدر يشتغل إذا كان المفصل فيه ستيفنس أو فيه يعني مرد ما يعمل وظيفته كاملة، بمعنى أنه مثلا خلينا نعطي مثال الركبة، في بعض الكيسز الدكتور ما يقدر يعمل العملية إذا الركبة ما تفردت مرة مضبوط أو ما انتنت على الأقل 90، فيحول علينا نحاول نشتغل على هذه النقطة شوية، إذا كان في التهابات إذا كان في انتفاخات نحاول نشتغل عليها شوية وبعدين نحول عليه، بعد كذا بعد العملية يرجع علينا مرة تانية. جميل. بعدين يرجعنا لنقطة أنه على حسب أنا كمان هدفي إيش هو، يعني لازم أحط لنفسي هدف أشتغل عليه، لو ما حطيت الهدف مضبوط ما أقدر أوصل لمكان. إذا المريض متألم مرة كتير وما يقدر يصبر، دكتور طلب منه يصبر 2 أو 3، لازم أنا أحط في البلان حقي أشتغل على الألم شوية ألين ما نوصل للمرحلة اللي المفترض المريض يروح فيها للجراحة. ممتاز. طيب من ضمن التقنيات اللي بتستخدم في العلاج الطبيعي العلاج المائي، إيش العلاج المائي؟ أوه العلاج المائي السحر. إيش السحر؟ السحر أنا بالنسبة لي دائما أحط العلاج المائي في حالتين أو خلينا نقول في 3، آخر مرحلة للتقوية وللناس اللي عندها مشكلة في أكثر من مفصل، لأنه ما تقدر تجيب المريض وتشتغل عليه توتال بدي يعني أو أن يشتغل على 4-5 مفاصل مع بعض. فالمرضى اللي يكون عندهم مشكلتهم أساسها ضعف العضلات حلوا الأمثل أني أنا نزلوا المسبح.
لأنه جوة المسبح المريض أصلاً وزنه بيخف، وبالتالي بيقدر يعمل التمارين بطريقة أفضل. بلس قوة دفع الموية، وأنه المريض بيقاومها، هذا يشتغل على تقوية العضلات ويشتغل عليها مع بعض. يعني حنشتغل مثلاً مريض أسفل ظهر، يشتغل على عضلات البطن، عضلات الحوض، عضلات الرجلين، فالمريض حياخد الفائدة أفضل. وصراحة أنا أحطه في حسباني كمان على حسب المريض. لو وصلت معاه للنتيجة اللي أنا أبغاها، وأنا عارفة أن المريض ما حيعمل تمارينه في البيت، أنزل المسبح عشان أجبره أنه هو يعمل التمارين حقته. لأنه في ناس تقولك أنا ما عندي وقت أروح أقعد ساعتين مثلا في النادي، بس عندي مسبح في البيت. فدائما هو كيف أنت متخيل مريضك يبغى يوصل لأي مرحلة. بس البيسك حق المسبح هو سهولة حركة المريض وتقوية عضلاته. جميل. يعني هل الشخص اللي بيسبح مع نفسه عنده مثلا مسبح في البيت وكل يوم يسبح له نص ساعة أو ساعة، هل هذا كافي؟ يعني هل هذا يؤدي نفس نتيجة العلاج الطبيعي، ولا في تمارين معينة لازم يسويها تحت الماء؟ إذا كيس معينة يعني مرض معين أو بعد عملية معينة، لا، في تمارين معينة لازم تسويها تحت الماء. ولكن إذا من باب الوقاية، من باب أنه شوية بدأت تجيله خشونة في ركبته أو بدأت تجيله ألام معينة في الظهر، عادي يقدر يمارس السباحة بشكل طبيعي. بس أهم شيء قبل السباحة أني أنا أمشي في الموية. المشي في الموية دائما هو بداية العلاج. أن المريض يروح ويرجع يروح ويرجع، هذا دائما البداية. لازم يبدأ من كده، وبعدها على حسب الكيس، حسب التمرينات اللي أبغاها تحصل تحت الموية. ممتاز. طيب، من العلاج المائي إلى العلاج الكهربائي. إيش الكهربائي؟ الكهربائي أي جهاز موجود في العلاج الطبيعي يحطوه ضمن الجهاز الكهربائي. الآن في ناس الآن صارت ضده. ليش؟ ما يحبوه، يقول لك المريض يدخل يعمل أجهزة ويخرج. الموضوع مو هو كده. الآن العلاج الكهربائي له أنواع كثير. خليني أقول لك مثلا جهاز تقوية العضلات، جهاز تحريك العضلات، وتفرق مرة كثير. جهاز الألتراساوند مثلا، موجات فوق صوتية، الإنفراريد تحت حمراء، تحت الحمراء. الجهاز محبوب الجماهير الشوك ويف ثيرابي، الموجات التصادمية، هذا محبوب الجماهير؟ هذا محبوب الجماهير. ليش يحبوه؟ وما أبغى أقول لك قديش يوجع الجهاز. الجهاز يوجع بطريقة مو طبيعية، لكن له تأثير مرة كبير في أنه يكون بديل للجراحة للناس اللي عندها مسامير القدم. وله تأثير مرة كبير في مرحلة معينة، أنه أنا ممكن أستخدمه ويفك الشد العضلي بطريقة مرة رهيبة. هذا يعني بيعمل تقلصات، بيشد العضلة ويفكها؟ لا، اللي يشد العضلة ويفكها هذا جهاز تقوية العضل. أيوة. هذا يشد العضلة ويفكها. وإذا أبغى تأثير أفضل، المريض يعمل بعض التمارين الثابتة معه عشان يساعد عضلته. حلو. هذا الجهاز اسمه فوق جهاز الموجات الصدمية، فعلا زي المسدس كده، نوجهه على العضلة المشدودة. ويخرج منه ضربات للمكان. في الأول كانوا يستخدموه لشيء واحد اللي هو مسامير القدم. الآن صرنا نحطه في البلان حقتنا إذا المريض عنده سيفير ستيفنس أو عنده مرة العضلات حقته مشدودة متيبسة، يساعدنا مرة كثير إنه هو يفك العضلات. وأبغى أقول لك ترى الناس تجينا من برا، بس أنا جيتك عشان تكتبي لي هذا الجهاز، طب ما نسمع إيش عندك عشان نقرر الجهاز أول. مشخص الحالة ونقرر العلاج وعارف إيش يبغى. هذا كثير عدل. يعني قصة المريض يفتح الباب يقولك دكتور سمحتي أبغى كهرباء وكمادات. والله طب أنا إيش بسوي هنا؟ أنا إيش دوري في المطب؟ فضل روح خذ الكهرباء ومع السلامة. بالضبط. إيه لا، مهم طبعا أنه الدكتور يشوف الحالة ويدرسها ويشوف الأشعة، لأنه حتى الجهاز التصادمي هذا أو الحق محبوب الجماهير، أعتقد لو تم استخدامه بشكل خاطئ ممكن يكون لمضاعفات 100%. أكيد يعني أي حاجة، يعني مثلا واحدة من الأشياء إذا جنبه كسر ما أقدر أستخدمه، إذا قريب منه كسر ما أقدر أستخدمه. له أبحاث مرة كثير بحكم الجهاز ما يعتبر مرة قديم. بس له أبحاث مرة كثير في مثلا إذا كان في بعد الشر عنك جلطة في الرجل أو شيء ما أقدر أستخدمه. يعني لو كونتر إنديكيشنز معينة ما أقدر أستخدمها. شوفي كل شيء، حتى جهاز الكهرباء اللي الناس تعمله في كل مكان لو أشياء ينفع أستخدمها فيه وأشياء ما ينفع أستخدمها فيه. لأنه دائما من كل وظيفة أبغاها ينزل لي 3 أو 4 أجهزة، مو جهاز واحد. إذا أبغى أشتغل على الألم أقدر أستخدم يا هذا يا هذا يا هذا. نوع الألم أوقات، يعني إذا المريض جاء متألم بس مرة تعبان ومشدود، في جهاز أستخدمه وجهاز ما أستخدمه لأنه ما حيفيده. إذا كان الموضوع بس ألم وما في شد كتير أستخدم جهاز ثاني، إذا انتفاخ والتهاب أستخدم جهاز ثالث. دائما على حسب الوظيفة اللي أنا أبغاها، ما أقدر أهمل العلاج الكهربائي لأنه له دور مرة كبير في العلاج.
لكن من الواضح أنه استخدامه لازم يكون بتقنية أو بتكنيك معين وبدراسة عشان نعرف بالضبط فين الأماكن اللي راح أشتغل عليها والدرجة مو أي درجة يعني لازم يكون في درجة معينة عشان ما ينعكس على الشخص بأعراض سلبية 100%. حلقتنا مستمرة معك دكتورة وأسئلتنا لازالت مستمرة وعندنا أسئلة كثيرة من المستمعين هنجاوب عليها إن شاء الله لكن هنطلع فاصل قصير ونرجع بعد ونواصل حوارنا. حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء وحوارنا مستمر معكم في موضوعنا اليوم عن العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي مع ضيفتنا دكتورة دانيا باعشن. حياك الله مرة تانية دكتورة. احنا الآن وصلنا تقريبا للجزء الأخير من حلقتنا نحاول انه يعني نجاوب على بقية الأسئلة وكمان على أسئلة المستمعين اللي جاتنا. بس قبل ما نتجه لأسئلة المستمعين في سؤال دكتورة بيطرح نفسه، يعني التقنيات تطورت بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة وصار حتى في أجهزة منزلية للاستخدام الشخصي في متناول الجميع، بتعرض على الديجيتال سوق الماركت هذه اللي موجودة وعلى المواقع والناس بيجيبوها وبيستخدموها بالفعل. منها مثلا جهاز شد العضلات حق البطن، مو جهاز حتى، هذا الحزام اللي يلبسوه ويعمل نبضات يشد العضلة ويقول لك يغنيك عن ممارسة التمارين الرياضية. فايش رأيك في هذه النوعية من الأجهزة؟ لا والله أبدا أبدا ما يغنيك. شوفي ما أقول لك أنها ما تساعد، قد تكون فعلا تساعد. أنا صراحة يجوني في العيادة كثير بأوريدي بالأجهزة. ايوه دكتوره ممكن تعلمينا كيف نستخدمه؟ الان الموجود الجهاز ممكن يعطي اوقات للمريض نفس احساس الجهاز اللي انا بحطه، بس عمرها ما حتكون نفس الاعدادات. لانه انا عندي الاجهزه فيها اعدادات معينه يختلف اوقات، انا حتى يعني هي ديب لمرحله اني اختار فين المفصل، ايش نوع الالم اللي المريض بيحس فيه. عشان اوريدي تطلع لي الموجات اللي انا ابغاها توصل للداخل بطريقة معينة أو بقياسات معينة. اللي موجودة في المواقع خارجية جدا، يعني مثلا خليني أقولك كثير جانب الجهاز ذا اللي هو يشد ويسحب يشد ويسحب. بالضبط. هذا الجهاز هو بس بيعمل نوع من أنواع الـ increase the blood circulation، يعني يحرك العضلة بطريقة معينة. أيوة عشان يزود التدفق الدموي، وهذا أساس في العلاج. يعني واحدة من الجولز اللي احنا نحطها أني أنا أشتغل على التدفق الدموي. بس مو كفاية. زي ما حضرتك تفضلتي موضوع البطن ده، الصراحة فعلا الناس مرة كثير يساعد بنفس الطريقة. إنه هو حيعمل passive stimulation، يعني بدل ما المريض يسوي الاكسرسايز هو بيعمل تحفيز معين عشان يحرك العضلة. طب الباقي، طب تعب السنين، طب كل اللي تربى، يعني ممكن نستخدمه مع التمارين الرياضية يساعد شوية. حتى أنا عندي في المستشفى في العيادة نفسها إذا أبغى أستخدم الجهاز هذا اللي هو يعمل سيميليشن للعضلة ما حيعطيني التأثير بدون تمارين، وشغلي في النص ساعة أو في الأربعين دقيقة كله حيروح على الفاضي لو مريض ما عمل في البيت التمارين. فما في حاجة تغني أبدا عن التمارين. ممتاز. طيب دكتورة، هل في أشخاص معينين أو حالات معينة ما يصلح معها العلاج الطبيعي؟ يجيك تقول له أنا آسفة ما أقدر أسوي لك علاج طبيعي. هو بما أني حضرمية مستحيل أحد حيجيني وحقول له لا. أحاول يعني أنه أعالجه بأي شكل من الأشكال. لا شوفي، ما في حاجة ما أقدر أفيد فيها. ما في حاجة ما أقدر أني يكون عندي نتيجة معينة أبغى أشتغل عليها، بس في أشياء تمنعني من أن أنا أخذ راحتي مع المريض زي الهيستوري حقه. مثلا التاريخ المرضي مثلا. خليني أعطي مثال بعد الشر، طبعا مرضى الكانسر. مرضى الكانسر ثلاثة أربعة الأشياء كأجهزة ما أقدر أستخدمها، لكن كإكسرسايز أقدر يعني أشتغل مع المريض. فبالتالي لما أشوف المريض مثلا عنده كانسر في أو إزالة ورم مثلا، نفس الموضوع، في أشياء ينفع أسويها وفي أشياء ما ينفع أسويها. بس نادرا جدا جدا لو جاني مريض أكون أني أنا ما أقدر أسوي له حاجة. حتى لو أتليست أساعده شيء تأهيلي. Exactly. مو تأهيلي، أوقات شيء تلطيفي. تلطيفي أيوة. كمساعدة إنه المريض يرتاح شوية فقط. طيب بالنسبة لمرضى القولون يا دكتورة، بعض الناس يقولوا إنه أحياناً المساج ممكن يساعد في تقليل الألم، وبالتالي هل العلاج الطبيعي بما إنه علم يعني له أساس وله يعني موثوقية، هل ممكن العلاج الطبيعي يساهم في تقليل آلام القولون؟ شوفي بتوب بشيئين. الآن أول شيء دائما ألام القولون يجي فيها ضرب في الظهر. أيوة. دائما، فبالتالي عضلات الظهر بتعمل ردة فعل، فممكن أنا أدخل للعلاج من هذه الناحية. وفي الآن تكنيك جديد اسمه مايوفيشل ريليز أو مانيبوليشن للعضو نفسه، أني أنا أحاول أعمل تحريك للأعضاء الداخلية بطريقة معينة على أساس أبعد
أبعدها عن القولون فما يضغط عليه. هذا تكنيك جدا جديد يعني حلو. أنا أخذته يمكن قبل 3 سنين أو شيء، كان بروفيسور واحد اللي يعطيه كندي وما هو في السعودية، والآن ما شاء الله تبارك الله كثير من شبابنا والناس اللي بتدرس العلاج الطبيعي والأخصائيين بيتعمقوا فيه. فأعتقد أنه حيكون له دور مرة كبير. أيوة طيب، هذا مهم يا دكتورة. القولون العصبي برضو، يعني القولون طبعا فيه منه أنواع، لكن تحديدا القولون العصبي اللي يكون بيتأثر بالعصبية أو بالنرفزة أو بالحالة النفسية، هل ممكن يكون فيه علاج له؟ يعني عشان تعرف القولون العصبي أحيانا الأدوية المسكنات فعلا ما بتأثر ولا تجيب معاه نتيجة، هل ممكن علاج طبيعي يسهم في تقليل الألم أو حتى إزالته؟ لا لا، طريقة مباشرة لا. بس زي ما قلت لك ياس، إيش تأثيره هو؟ مستحيل يكون مريض عنده قولون عصبي ما يكون عنده شد في عضلات تانية، ما يكون عنده أوردي أصلا هو طول الوقت مشدود فيشتكي من ألم في أماكن تانية. علاجي لهذه الأماكن حيخفف على المريض، لكن كقولون كمشكلة لا. دايركت يعني لازم نعالج أسباب القولون أولاً، لأنه هذا الألم هو من الأعراض، لكن قد تكون في أسباب معينة هي السبب في إحساسنا بألم القولون، لكن ممكن العلاج الطبيعي يدخل كمكمل زي ما حضرتك ذكرتي مع على حسب يس على حسب ألم المريض على حسب الحال. أصلاً إحنا ما نقدر نكون أبداً تخصص لحاله. ما ينفع. جميل. طيب في عندنا بعض الأسئلة حابين برضو نجاوب عليها عشان الوقت ما يداهمنا زي كل مرة. في يقول والدتي سيدة كبيرة بالعمر وعملت عملية انزلاق غضروفي وتحتاج تأهيل للمشي، علما أنها مصابة بهشاشة العظام ولديها مشاكل في الركب. هذه مسبح دايرك. مسبح يصلح علاج مائي. أنا توقعت إنه حضرتك هتقولي هذه من الحالات اللي صعب إنه إحنا نعالجها. ما في. إحنا عندنا المسبح نوعين. في مسبح في علاج مائي للشخص اللي لسه ما يقدر ينزل درج ويمشي. ممكن ينام في زي مغطس ويحرك عضلاته فيه بطريقة، نعمل له تمارين بطريقة معينة، وبعد ما يكون مستعد للحركة بننزل المسبح. بس كيس زي كده لو أنا ضغط عليها تمشي بعضلات ظهر ضعيفة، وبما أنه عندها مشاكل في الركب فعضلات رجلها ضعيفة، ممكن تزيد مشكلة الركب في ذلك الكيس، فلازم ننزل مسبح على طول. طيب هي دكتورة عندها مشاكل في الركب وعندها كمان هشاشة عظام، عادي ما عادي جدا، لأنه أنا بشتغل على العضل بالعكس. أوكي قد يكون زي ما قلت لك العلاج طبيعي ما هو لحاله، مستحيل حيجيني مريض هشاشة عظام وحعالجه لحالي. لازم يأخذ إبر ولازم يراجع دكاترته، بس أنا حشتغل على العضل لأنه دائما عضلاته بتكون تعبانة شوية. ممتاز. طيب في عندنا برضو سؤال ثاني يقول عندي مشكلة في فقرات الرقبة، يعني يبدو لي أنه هو ما حدد إيش طبيعة المشكلة بس قد تكون انزلاق غضروفي أو شيء، هل ممكن العلاج الطبيعي يساعد في أني أتخلص من هذه المشكلة وما ألجأ للجراحة؟ حضرتك ذكرت النقطة هذه بس يبدو السؤال. ما في مشكلة، هي النقطة واسعة شوية، هو ما أعطاني تشخيص طبعا. لكن برضو ما أبغى أعمم. بس يس أقدر، لازم أشوفه عشان أحدد إذا إحنا حنوصل لمرحلة إن أحوله على الجراح مرة تانية أو أصلا أحوله على جراح ولا لا. بس على الأغلب مشاكل الرقبة دائما تكون لها علاقة بطبيعة الحياة. فلو إحنا عالجنا وعدلنا طبيعة الحياة، كثير مرضى ما بيضطروا إنهم يروحوا للجراحة يعني. جميل. طيب المستمع اللي أرسل لنا هذا السؤال، يعني ممكن ترسل لنا توضيح أكثر عن الحالة وهنعرضها على الدكتورة دانيا، وبعدين هي تقدر ساعتها تجاوبك عليه، أو ممكن أنه أنت تتوجه للدكتورة دانيا مباشرة وتأخذ منها الاستشارة على حالتك، وبإذن الله نتمنى لك يعني الشفاء. طيب دكتورة، الأبهر، علاج الأبهر والعلاج الطبيعي، وعندنا الآن كم كبير ما أدري إيش، الأبهر صار منتشر بين كل الناس ما أدري ليش مؤخرا يا دكتورة. ترى الأبهر بالضبط عضلة. الناس تقول هوا، هي ما هي فكرة هوا، هي فكرة الآن أنا العضلة ما هي في الجسم لحالها، في أشياء قبلها وأشياء بعدها وفي غشاء عضلي أوقات فعلا ممكن المريض يدخل مو هوا، تتكون زي العقدة العضلية كده، دائما مكانه يكون حوالين لوح الكتف. دائما هذا المكان أنا دائما أسميه ممتص الصدمات. أي حاجة تحصل دائما المكان ده مع عضلات الأكتاف والرقبة تعمل ردة فعل. صح. فبالتالي دائما المريض اللي عنده مشاكل اللي عنده مشاكل أبهر مثلا أو يحتاج أنه هو نشتغل عليها، يكون ترى عنده شيء تاني مو بس كده. يعني هذه انعكاس لمرض أو لشيء عضوي موجود في الجسم. أيوة يكون عنده شيء تاني. مو ضروري عضوي يكون شيء خطير، ترى أوقات العضلة نفسها تصير مشدودة بشكل مرضي، المريض ممكن يوصل لمرحلة أنه يروح الطوارئ بسبب شد عضلي. يعني مو لازم يكون في تشخيص واضح لي في الأشعة والله عنده ديسك ولا عنده قطع في الوتر، مو ضروري. سمتايمز الألم العضلي قاتل، بس دائما الرقبة إحنا دائما عندنا expectations مرة أنه المريض لما حيجي يعاني من دي المشاكل حشوف اللايف ستايل حقته أكيد عنده مشكلة في الرقبة. حتى لو كانت المشكلة زيادة شد عضلي،
اللي هو يعمل شوية استقامة في العمود الفقري. صارت بالنسبة لنا هذه نورمال إكس راي، أي مريض يدخل على طول استقامة في العمود الفقري بسبب الشد العضلي. من السنتين والثلاثة اللي عدت ترى زادت مشاكل الرقبة والأكتاف مرة كثير جداً. عندنا ممكن نمط بسبب الحياة فعلا يس، يعني كورونا والجلسة في البيت والأونلاين، كل شيء صار أونلاين، خلى الناس تقعد طول الوقت، خلى الناس تستخدم وضعيات غلط مرة كثير، الشغل صار طول الوقت، فاللي يمسك اللابتوب أو اللي يمسك الآيباد طول الوقت مركز، طول الوقت قاعد في وضعيات خطأ. بعد ما خرجنا في فترة كورونا وبعدها صار تقريبا إذا مو 80% من المرضى اللي يدخلوا لي في العيادة كلهم عندهم مشاكل في الرقبة وفي الأكتاف كلهم. طيب في سؤال برضو دكتورة من منيرة، تقول صاحبتي سافرت تايلاند وراحت المحلات اللي موجودة اللي يعملوا فيها المساج وسووا لها مساج وقالت لها إنه عندك مشكلة في الظهر وعالجت لها المشكلة، فأنا بفكر إنه أنا كمان أروح وأسوي نفس المساج هذا لأنه عندي مشكلة في الظهر. إيش رأيك في المساجات اللي من هذا النوع؟ المساج المنافس الغريب للعلاج. لا بالعكس، ترى أنا عندي في قسمي مساج، عندي بنات وشباب أخصائيين مساج ويدرسوا مساج ويروحوا في هي هذه الفكرة. أنا لما أجي أختار الشخص اللي يعملي لازم يكون شخص فاهم وإيش بيسوي، وإلا أكتفي بأي مساج في أي مكان. في المقابل ما قد سمعنا على ناس كثير عملت أشياء كثير مرة غلط وزادت المشاكل. صحيح. لذلك أنا مو ضد شيء، ترى أنا لما يجوني في العيادة الناس طب أنا ليش أتعب نفسي وأروح واجي أعمل علاج طبيعي، طب ما أنا أروح للعلاجات الشعبية. أنا مو ضد، طالما ما حيأذيك، طالما أنت حتروح لناس هي فاهمة إيش بتتكلم أنا مو ضد، بس أروح هنا وهنا وأجيب ما أعرف مين يطقطق لي وما أدري مين يسوي ظهري. طب ما أنتوا، ما إحنا الآن الجسم صار مرة واسع وصارت حتى الناس اللي بتشتغل على تقويم العمود الفقري لها ناسها ولها متخصصينها، فتقدر أنه أنت تروح لهم بدل ما تروح تجرب أي شيء وخلاص. لأنه إذا أنا اللي هو هذا تخصصي ما أقدر أشيل لك المشكلة تماماً، كيف شخص بيعمل مساج وخلاص؟ صح معك حق دكتورة. احنا بقينا دقيقتين ناخد سؤال برضو أو سؤالين معانا. نايف الغامدي يقول السلام عليكم، عندي انزلاق غضروفي وعرق النسا، تطور الأمر إلى بروز غضروف وبسببه صار عندي شبه ضمور في الفخذ وألم إلى مفصل المشط، هل العلاج الطبيعي يفيد أو أتجه للجراحة؟ لازم نشوف، لأنه بيقول ضمور. أيوة. ضمور واسع صراحة، لو جاوبته حظلمه. فلازم أفهم إيش الضمور اللي يقصد عليه. أوقات المريض يجي يقول لي رجلي ما تتحرك، أنا عندي، هو ما يكون عنده ضمور، شوية تنميل مثلا. أيوة. لأنه الكيس هذه تحصل مرة كتير. طيب يا أجل تنصحي دكتورة أنه لازم يتوجه للمركز؟ معليش أخ نايف، يعني الحالة تحتاج تشخيص أعمق وأكبر علشان نعرف بالضبط، أو الدكتورة تعرف بالضبط إيش المشكلة اللي موجودة عندك. طيب أميرة تقول، أنا أميرة، كم مرة أسوي تمارين العلاج الطبيعي في اليوم؟ هل مرة ولا أكرر التمرين أكثر من مرة؟ طبعا لازم تكرره أكثر من مرة، ترى أوقات ننصح المريض لخمس مرات في اليوم بعد كل الصلاة. خمس مرات في اليوم؟ إذا كان عامل عملية وأخاف على المفصل من التيبس، أوقات لازم أقول له اعمل تمارينك بعد كل صلاة. يا سلام. يس. طيب حلو. طيب عندنا أبو فراس يقول، عندي ولدي يمشي على أطراف الأصابع وأحيانا يمشي عليها طبيعي، فهل من الممكن أنه يستمر عليها ولا إذا كبر بيمشي بشكل طبيعي؟ هو عمره 6 سنوات. لا 6 سنوات كثير. لا. لازم يتوجه لمختصين، لأنه ممكن يكون على الأغلب بما أنه بيمشي على أطراف أصابعه عنده قصر في الوتر الخلفي حق الرجل، فكتير أصلاً يعملوا له عمليات، يعملوا له تطويل وبعدها يجي على عندنا. كويس أبو فراس أنه أرسل لنا، قد يكون في مشكلة بيعاني منها يعني ابنك الله يحفظه ويخلي لكم إياه، فلازم تتوجه فعلاً لأخذ استشارة وتشخيص الحالة بشكل جيد. سؤال للدكتورة عن الممكن سؤال مهم دكتورة، تعرف دائماً التكاليف والتكلفة ويدخل في التأمين ولا ما يدخل في التأمين؟ فالسؤال، هل العلاج الطبيعي ممكن يتم بالتأمين، تأمين الطبي؟ لا طبعا، على حسب المستشفى، طبعا على حسب المستشفى، على حسب النظام وعلى حسب الحالة. أيه. لو انه علاجي ما هو شيء تكميلي، اتوقع انه يدخل في خطة العلاج. يس. يس. فتقبل في شركة التأمين على حسب المستشفى، على حسب شركة التأمين المريض نفسه وش هي، يعني يبغى لك تسأل في المستشفى اذا ممكن يدخل العلاج او لا. طيب احنا تقريبا كذا وصلنا لختام حلقتنا، كانت حلقة جميلة جدا، استفدنا صراحة معلومات كثيرة مني الدكتورة دانيا، بشكرك جزيل الشكر الدكتورة دانيا بعيشن، اخصائية العلاج الطبيعي ورئيسة قسم العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، شكرا لوجودك معنا. على خير إن شاء الله في حلقة الغد، حلقة جديدة وضيف جديد وبرنامج طبابة. كنت معكم أنا نشوى السكري، نلقاكم بإذن الله في حفظ الله ورعايته.